ايه لقيتوها؟ اكون راحت فين بس دي. طيب مع السلامة. بعتلي؟ تعال اقعد. انا عايز اعرف اللي في دماغك. انا مفيش حاجه في دماغي يا مروان. تعبيط ولا بتستعبط ولا ايه؟ ولا لما قلت لك خليك جنب حسن عارف ده معناه ايه؟ ان انا واثق فيك وان انت واحد من العيله. بعد تكون مفكر ان انا ممكن اطلب الطلب ده من حد تاني اقول تعال اقعد جنبي الا اذا كنت واثق فيه. ايه ما فاهمش يا انت جوز اختي؟ انا عايزك تتعدل معايا وتسمع الكلام ولا دماغك مش جايبك معايا؟ انا مش خدام عند حد يا مروان اسمع الكلام واقول امين. ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ انا لما بقول لك اعمل كده او سوي كده تبقى خدام ولا عبد؟ لا تبقى واحد منين ومن العيله. ده انا بعتبرك زي حسن. عارف انت لو انا مش بعتبرك زي حسن كان زمان دلوقتي قتلتك من اول دقه نقص عملتها معايا. انا مش هاخد وادي معاك واشرح. انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك وبعد كده تعرف في مصلحتك. يا ما انت من طريق واحنا من طريق ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما تقول. ايوه انت فين؟ ايه؟ طب خلصي الجلسه اللي عندك وكلميني. لا انا بقول لك مستنياكي عاوز اعرف عملتي ايه. ماشي حبيبتي باي. كلمي مين؟ بكلم شهد. هي بتعمل ايه في مصر؟ عايز اطمن عليها. طب خلاص ما عايزاش اعرف. اقول لك على حاجه هقول لهم يطلعوا لنا فطور. تعالي تعالي ناكلوا مع بعض. لا مش عاوزه. ليه؟ انا قصدي يعني عشان نفتحوا نفس بعض. انا لما بقعد اكل لوحدي باكلش زين. كلي معايا. اسالي عليا طيب يا مرات عمي. تعالي اقعدي معايا. ده انا حتى الوحيده اللي في العيله اللي قلت لك يا اما جبريه. انتي حبيبتي ومرات حبيبي الغالي على قلبي. ايه يا زينب مش عايزه تشوفيني ولا ايه؟ ده انا حتى اللي مضروبه على وشي والاصول ان انا ما اجيلكيش لحد عندك. خير يا ريتان ما تصطبحي. ده كلام النبي. بقول لك مضروبه على وشي قلم جملي يا زينب وجايلك لحد عندك تقولي لي استبحي؟ خير يا بنات عيب عيب تخلوش الشيطان يدخل بينكم. على رايك والله يا مرات عمي الشيطان شاطر. واجارك الله بقى لما الشيطان يلعب في الدماغ. اساليني انا عايزاك يا زينب. ايه عاوزه ايه يا رتال؟ ايه يا زينب خبر ايه؟ اختك روحي شوفيها عايزه ايه وبعدين دي ضيفتك عيب. طب يلا قومي. اتفضلي. قولي يا ست ريتال عاوزه ايه؟ عايزه اتكلم معاكي يا زينب بهدوء واحده واحده. طب قولي اللي احنا فيه وماله اللي احنا فيه؟ اصل انا بصراحه يا زينب كنت عايزه ابقى معاكي يعني ابقى ماشيه معاكي على الخط اقول امين بدل ما اطلع خسرانه في الاخر. خسرانه ايه وزفت ايه؟ هو انت لسه بالافكار؟ اصل انا يا زينب بصراحه عجبتني الفكره بتاعتك قوي. قلت البنت زينب دي عقر خدت الناس كلها في عبها حتى مروان. بقى متاكد 100% ان زينب بقت معاه. مش مهم بقى نطلع خسرانه اطلع وحشه اطلع زفت. المهم النتيجه في الاخر. النتيجه انك محتاجه مين اللي يلمك؟ الشو خلص خلاص يا زينب. تعملي ايه؟ أنا هنا عشان نتفق يا حبيبتي مش أكتر. وماله؟ ماشي. أنا دلوقتي هقول لك إيه اللي في دماغي وهفسر لك اللي أنت عاوزة تفهميه من غير لف ودوران. هما كلمتين يا ريتال. أنا بقى يا حبيبتي ست العيلة دي ومراتي الكبير عارفة مروان؟ يبقى كبير العيلة دي كلها. وكلمتي هتمشي على نسوان العيلة دي كلها الكبيرة قبل الصغيرة. وكلمة مروان برضو هتمشي على العيلة دي كلها. ب
باللي فيها الكبير قبل الصغير. فهمتي؟ فهمت يا زين. أنا برضو قلت كده من الأول ومحدش صدقني. إن ما كنتيش تتعدلي أنا هعدلك بطريقتي. صدقني فعلا مهووجة يا زينب ومحتاجة اللي يعدلني. إيه الطريقة دي؟ الكلمتين اللي أنت قلتيهم من شوية دول بيأكدوا لي إن أنت اللي ورا موت ابني. لا فوق يا ريتال، أنت عارفة ومتأكدة إنه زينب ما قتلتش عبد الله. بس أنا يا حبيبتي هريحك وهقولك إيه اللي في دماغك. أنا فاهماكي كويس، أنت مش فارق معاكي موت ابنك. أنت لو كان فارق معاكي موت عبد الله كان زمانك مش قاعدة قدامي دلوقتي. أنت كل همك الفلوس، والعيلة دي مين اللي هيبقى فيها الكبير ومين اللي هيبقى فيها الصغير؟ وبعدين لو قلبك قوي كده على عبد الله الله يرحمه كان زمانك واقفة في ظهر حسن وعرفتي مين اللي قتل ابنه. بس انت دماغك رايحة للفلوس، انت فاهمة؟ هو انت بتلوميني على ايه يا زينب؟ على اللي انا عملته؟ مين اللي كان السبب فيه؟ مين اللي كان ماشي ورانا؟ مين اللي جابنا لحد هنا وسابنا؟ وبعدين كان فين العقل ده كله؟ بصي بقى يا ريتال، هما كلمتين ما فيش غيرهم، انا ابقى ست العيله دي كلها. عارفه يا زينب لما اموت وتدفنيني يا بنت ابويا. سيبي انا غلط، واللي تقول عليه بعد كده انا هعمله من صغري. انا مش عايزك تعمل اللي انا بقول لك عليه، لا انا عايزك تعمل اللي تقدر عليه وتحافظ على العيلة دي وتحافظ على مرتك وولدك. ايه مالك ساكت كده ليه؟ هتزعل من كلام اللي فات؟ مش هيرجع تاني يا فتحي، احنا كلنا غلطانين وانا كمان غلطان. ايوه انا غلطان، مش عيب ان الواحد يكون غلطان، بس العيب ان هو ما يصلحش غلطه. والكبر من الشيطان، وانا مش هجبن ان الشيطان يركب دماغك مره تانية. وانا بوعدك يا مروان ان انا مش هعمل اي حاجه تضايقك او تزعلك تاني مني، بس في نفس الوقت يا مروان لازم تفهم ان انا جوز اختك وان انا انت لو راجل تثبت لي ان انت جد كلمتك وهتبقى اخويا مش جوز اختي. ايه رايح فين؟ متضايق شويه بس عايز اقعد مع نفسي. ايوه الواحد لما يبقى متضايق لازم يقعد مع نفسه. مع السلامه. السلام عليكم. يا ترى انت فين يا عمتي؟ جيب العواجب سليمه يا رب يا رب.